بعيشه في جو المطبخ. أفنن ألون أدندن مع أكلاتي وبعيش عالم زيه ما فيش. أنا طعم حياتي لقيته جوه المطبخ. عزيزاتي أصدقائي وصديقاتي، مرحب بيكم وأهلا بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مطبخ فرسان في رمضان. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جديدة برضو أكيد سهلة ومفيدة. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل كفتة. إزاي بنعمل الكفتة؟ الكفتة ليها كذا طريقة، طرق كتيرة جدا. في كفتة بالخضروات، في كفتة من غير خضروات، في كفتة بالفحم، في كفتة من غير الفحم. النهاردة هنعمل الكفتة بأبسط أشكالها وألذ طعمها. إزاي؟ هنعمل كفتة بسيطة جدا بالفحم. يلا نبتدي. بسم الله. إيه المكونات بتاعتنا النهاردة؟ المكونات عندنا النهاردة نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة متوسطة، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة متوسطة، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل. بس دي المكونات. ايوه ان شاء الله هي دي بس المكونات. وكمان معانا بقى للصينية بتاعتها هنجيب بصلتين متوسطين وطماطميتين وفلفلة، عود فلفل اخضر، او لو مش عاوزين فلفل مفيش داعي. طيب هنعمل الكفتة ازاي؟ بسيطة جدا وسهلة. وكمان عايزين قطعة فحم صغيرة جدا ولتكن قد عقلة الاصبع كده. هنبتدي مع بعض نشوف الخطوات السهلة البسيطة دي. هنجيب اول حاجة اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة بنغسلها كويس قوي. بنغسلها ازاي؟ بنغسلها في مصفى ضيقة كده، مش بتنزل منها اللحمة. وبنبتدي نحط اللحمة المفرومة اللي هي نص كيلو معانا، بنحطه جوه المصفى الضيقة دي وبنغسلها تحت الحنفية بحيث ان المصفى بتنزل المية لكن مش هتنزل اللحمة المفرومة. غسلنا اللحمة كويس وصفيناها من المية اللي فيها. بجيب بصلة متوسطة وببشر البصل دي، ببشرها اما بالمبشرة واما بالطريقة اللي احنا عارفينها بالسكينة، وهضيفها لنفس الاناء او الطبق الغاوي العميق اللي فيه اللحمة. هجيب كمان نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل. خلاص كده معايا نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة متوسطة مبشورة، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل. هبتدي اعجن كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. هعجنه ازاي؟ بايديا. هعجنها كده بايديا الاتنين، ايدي في الطبق العميق اللي انا حطهم فيه، وابدا اعجن كانها عجينه بالظبط. وهعجنها بايديا الاتنين من جوه لبره كده ومن بره لجوه، واقلبها كلها في بعضها كويس عشان تتشرب الملح والفلفل فيها كلها. بعد ما عجنتها سيبها شوية على جنب وروح اجهز الصينية. شكلها الصينية دي هي صينية فرن، وهجيب البصلتين التانيين اللي قلنا عليهم والطماطميتين، وهبتدي اقطعهم ترانشات. ازاي بقطع البصلة ترانشات ازاي يا جماعة؟ او الطماطم هقول لكم ازاي. بسم الله. احنا هنجيب الطماطمية في الاول ونقطعها، نغسلها طبعا، بكون الادوات بتاعتي دي كلها مغسوله كويس. بمسك الطماطميه بايدي الشمال زي ما احنا متعودين والسكينه في ايدي اليمين، وبقطع كده القمع بتاع الطماطميه اللي بقطعه كده داير ما يدور من حواليه وبشيله. وببتدي بقى اقطع الطماطميه دي ترانشات. ازاي ترانشات؟ يعني حلقات مدوره كده، كانها عجله كده، عجله مدوره او حكايه كده. ببتدي اجي على حافه الطماطميه من ناحيه القمع اللي قطعته
وفوت نص سنتي كده، واقوم قطع الطماطميه كلها، الدايره كلها بتاعت الطماطميه بطلعها دايره سليمه. وبعد ما بتتقطع مني بتنزل في الطبق اللي تحت ايدي، باجي برضو اسيب نص سنتي تاني واقطع دايره تانيه او حلقه تانيه وهكذا. بعد كده بخلص تقطيع الطماطميه بلاقيها عندي دواير كده او حلقات. دي الطماطم، دي اللي هي السلطة اللي دي طريقة تقطيع الطماطم في السلطة اللي بناكل معاها العيش. بجيب برضو البصلاية وبقشرها، وبقطع الناحية اللي فيها الطرف بتاعها المدبب الرفيع ناحية الورق ده بقطعه، وبفضل محتفظة بالناحية اللي فيها الشعيرات عشان همسكها منها، وبمسكها بإيدي الشمال وبإيدي اليمين بالسكينة بقطعها برضو ترانشات زي الطماطم كده. بسيب حوالي سنتي أو نص سنتي كده من أول البصلاية، وأقطع منها الدايرة كلها، أقطعها كده دايرة كاملة وانزلها في الطبق، واجي على الدايره اللي بعدها نص سنتي واقطعه برده وانزله في الطبق، وهكذا لحد ما اوصل ليه الطرف بتاعها اللي فيه الشعيرات اللي انا هو في ايدي ده، طبعا مش هستخدمه، ده برميه. خلاص كده عرفنا ازاي بنقطع الطماطم والبصل ترانشات او حلقات مدوره. طيب هبتدي اجيب الحلقات دي اللي هي حلقات البصل وارصها في الصينيه بتاعه الفرن. هرصهم كده في الصينية جنب بعض، وهجيب برضو ترانشات الطماطم أو حلقات الطماطم وارصهم فوق البصل، هعمل طبقة تانية فوق البصل بالطماطم. ولو حابين نحط فلفل أخضر ممكن، ولو مش عاوزين مفيش داعي، أنا مش بفضل الفلفل الأخضر بصراحة هنا. طيب بعد ما قطعت البصل والطماطم ترانشات ورصيتهم في الصينية بتاعة الفرن، البصل تحت والطماطم في الطبقة اللي فوقه، هبتدي اجيب طبق اللحمة اللي انا عجنها كويس قوي بالبصل وبالملح والفلفل، وهعمل بيها صوابع كفتة. صوابع الكفتة اللي بعملها دي براعي ان هي بتبقى كبيرة شوية عشان الدهون اللي فيها بتنزل في الطبيخ فبتصغر جدا، حجمها بيبقى النص تقريبا. يعني تشوفي انت عاوزة تعمليها حجمها قد ايه، وانت بتعجنيها اعمليها الضعف، لان بتصغر في الفرن وتصغر على النار وهي بتستوي، بتصغر عشان الدهون اللي بتفقدها والسوائل اللي فيها وكده. بعمل صوابع الكفتة بتاعتي بالحجم اللي انا عاوزاه، وبراعي انه يكون ضعف الحجم اللي انا عايزة اوصله، وبرصها في الصينية فوق البصل والطماطم يكونوا جنب بعض، مش بحط صباع كفتة فوق التاني، كلهم جنب بعض. خلاص الصينية كده جاهزة، وبعد ما بحط كل الحاجات دي فيها برش على وشها كده رشة صغيرة كده ملح ورشة فلفل صغيرة جدا بطرف صوابعي كده، باخد رشة ملح وانشرها، انصرها كده على وش الصينية، ورشة فلفل صغيرة وبرضو انشرها كده على وش الصينية. هجيب الصينية دي واولع البوتاجاز من فوق، عين البوتاجاز، وطبعا احنا متعودين ان احنا بنحط الاناء اول على البوتاجاز وبعدين بنولع. طيب انا هحط الصينية على عين مناسبة، وهبتدي بعد كده امسك مفتاح البوتاجاز وفي ايدي اليمين الولاعة، وادخل ايدي جنب الصينية شوية كده ناحية العين، وهولع البوتاجاز وهوطي النار خالص، وهغطي الصينية دي واسيبها عشان تستوي. كده الصينية مفيش فيها اي سوائل هتتحرق مني؟ لا لا ان شاء الله مش هتتحرق ولا حاجة، لان هي مليانة سوائل. البصل فيه مية، الطماطم فيها مية، الكفتة نفسها فيها الدهون بتاعتها وفيها المية بتاعت البصل وبتاعت اللحمة، فكل الحاجات دي هتنزل مية في الصينية، مش هتخليها تتحرق خالص ان شاء الله. وهتفضلي متابعاها لحد ما تطمني ان مفيش حاجة، ان المية دي لسه موجودة. طول ما المية بتاعتها لسه موجودة فيها سيبها تستوي. اول ما تحس ان هي نشفت، وهنعرف دلوقتي هنعرف ازاي، اول ما تنشف ببتدي اشيلها عشان ادخلها الفرن. ازاي انا هعرف ان هي نشفت؟ بتلمس كده طرف جنب الصينية كده او اي ناحية فاضية كده بالراحة، حتى لو بصباعي هتلسع شوية بس مفيش مشكلة عشان اطمن ان لسه فيها مية ولا لا. خلاص وبغطيها وبسيبها تستوي على نار هادية. هنبتدي دلوقتي نجهز الفحمية بتاعتنا. الفحمية هجهزها ازاي؟ الفحمية دي بتكون جزء قطعة صغيرة جدا بتجيبيها من بتشتريها من بره، قطعة صغيرة جدا قد عقلة الصباع، عايزين نحطها على النار.
ولما نيجي نستخدمها نستخدمها، بس هنستخدمها ازاي؟ المفروض ان ست البيت بتستخدم الفحمية دي بالمساكة بتاعة المطبخ. عندنا مساكة كده في المطبخ بتكون عبارة عن حاجة ليها درعين بيقفلوا على بعض وبنمسك بيهم الحاجات. لكن انا قعدت افكر وقلت المساكة هيبقى صعب ان انا امسك حتة الفحم بيها وهي ولعة. اصل الفحمية دي انا هولع عين صغيرة كده في البوتاجاز واحط الفحماية على طرفها، هي النار البوتاجاز لما بنولعه بتبقى النار حوالين العين مش من وسط العين، تبقى النار طالعة من حوالين العين كده. فانا عاوز احط حتة الفحمية الصغيرة دي على طرف العين خالص عشان تبقى طايلة النار. تمام. طيب دلوقتي الفحماية هتبقى ولعة، طب انا همسكها ازاي؟ هستعملها ازاي؟ هما بيجيبوها بالمساكة، لكن انا عشان حجمها صغير مش هقدر اتحكم فيها بالمساكة، مش هقدر اوصلها بالمساكة. فانا فكرت في حل تاني ممكن اعمله، ان انا اجيب شوكة، بس الشوكة تكون عندي قديمة او شوكة مش محتاجاها هستغنى عنها، الشوكة دي هتبوظ مني هخليها للموضوع ده بس. هجيب الشوكة دي واشبك فيها حتة الفحم، هشبك فيها الفحمية كده وهسند الشوكة على جنب البوتاجاز عشان ابقى عارفة طريقها فين. برضو الشوكة هتسخن مع الفحماية، بس الشوكة هقدر امسكها بالفوطة لكن الفحماية مش هعرف امسكها بالفوطة. فانا هشبك الفحمة في الشوكة واحط الشوكة على جنب البوتاجاز كده بحيث ان طرفها اللي مشبوك فيه الفحمة بيكون على طرف العين عشان يكون طايل النار. الكلام ده هعمله امتى؟ لما الاقي المية اللي في الصينية نشفت عشان هحطها في الفرن. قبل ما احطها في الفرن بكون ولعت العين الصغيرة وجبت الشوكة وشبكت فيها قطعة الفحم اللي قد عقلة الصباع وحطيت الشوكة كده على جنب البوتاجاز بحيث ان طرفها اللي مشبوك فيه الفحماية يكون طايل طرف عين البوتاجاز عشان يجي عليها النار. وهسيبها بقى تتحرق خالص وهبتدي اولع الفرن زي ما قلنا المرة اللي فاتت يوم السمك المشوي. بنولع الفرن ازاي؟ بنولعه من وسط البوتاجاز من تحت خالص في الأرضية بتاعته، في نصها كده بنلاقي الماسورة اللي بيطلع منها الغاز، بودي ايدي بالولاعة عندها وبفتح مفتاح الفرن وبولع بسرعة بالولاعة وانا بعيد ما اكونش مقربة وشي خالص جوه الفرن كده. طيب هحط الصينية بتاعتي في الفرن وهسيبها عشان تتحمر وتنشف خالص، وبرده كل شوية يفضل ان انا افتح اقلبها عشان تتحمر من كل النواحي. لسه الفحمة بتاعتي على البوتاجاز عشان تتحرق كويس، ولسه الصينية بتاعتي في الفرن وبقلب الكفتة اللي فيها على كل ناحية عشان تتحمر. دلوقتي هجهز اناء عندي يكون عميق، تكون حاجة عميقة وليها غطا محكم. عاوزة مثلا حلة صغيرة كده او عاوزة كزرولة او حاجة يكون غطاها محكم قوي، يكون غطاها مش بيسرب الحرارة بسهولة. وكمان عايزة حتة ورق ألومنيوم، الورق الألومنيوم ده اللي بنحطه اللي بنلف بيه الأكل أو بنحط فيه الحاجات اللي بنستخدمه في الفرن والحاجات دي، عايزة حتة ورق صغيرة كده قد كفة الإيد يا دوب أو أصغر كمان. هعمل بيها إيه دلوقتي هقولكم. هجيب الإناء العميق اللي عندي ده اللي ليه غطاء محكم وهشطفه كويس بالمية وهنشفه، عاوزاه يكون ناشف مفيش فيه ولا نقطة مية. هجهزه، هبتدي اطلع الكفتة من الفرن بعد ما اتأكد ان هي اتحمرت من كل ناحية. بعرف ان هي اتحمرت ازاي من ملمسها، ملمسها بعد ما كانت اللحمة ملمسها ناعم كده بتبقى كفتة ناشفة كده، بتبقى نشفت وملمسها بقى خشن شويتين وكمان ريحتها بتبقى طالعة ان هي اتحمرت. طيب هطلع الصينية من الفرن هحطها جنبي على الرخامة او على البوتاجاز وهبتدي اخد الكفتة منها، هاخد الكفتة بس ومش هاخد الخضار اللي تحتها. هاخد الكفتة وهحطها في الاناء الصغير العميق اللي انا جايباه ومجهزاه، هحط الكفتة فيه وهجيب ورقة الالومنيوم اللي قد كف الايد او اصغر هحطها في وسط الكفتة دي على وشها كده من وسط الاناء في النص في منتصف الاناء كده هحط الورقة دي. وهجيب الفحمة هجيبها همسكها ازاي؟ الشوكة طبعا هتكون هي كمان سخنة لان الشوكة الومنيوم بيوصل الحرارة، فانا همسكها بالفوطة بتاعة المطبخ، همسك الشوكة من طرفها من بعيد من ايدها
بالفوطة بتاعة المطبخ، وهجيب الورق الألومنيوم اللي أنا حاطاها في نص الكفتة دي، همسك بيها الفحمية اللي في طرف الشوكة، هخلع الفحمية من الشوكة عشان تفضل معايا في الورق الألومنيوم، والورق الألومنيوم اللي جواها الفحمية هحطها جوه الطبق أو الإناء العميق اللي فيه الكفتة. تخيلوا معايا كده كأن الورق الألومنيوم دي طبق صغير حاطة فيه قطعة الفحم. طيب بعد كده هجيب نقطة زيت صغيرة جدا، مثلا في غطاء إزازة الزيت الغطاء بتاعها هجهز فيه نقطة كده صغيرة، أو في معلقة معايا، المهم هي نقطة زيت صغيرة جدا. خدوا بالكوا كده الفحماية ولعة خالص. في حاجة عايزة أعملها بس بسرعة بسرعة جدا، أنا عاوزة أحط نقطة الزيت دي على الفحماية، وبسرعة في ثواني احط الغطاء بتاع الاناء عشان احبس الريحه بتاعه الفحم جوه الاناء، تقوم الكفته تتشرب الريحه دي ويبقى كاني بالظبط شوياها على الفحم. دي عايزه تتعمل بسرعه جدا. طيب المفروض الشيف في التلفزيون بيقول ان انا بمسك الزيت بايد وغطى الاناء بايد وبحط الزيت وبسرعه بغطي الغطاء. طب انا هحط الزيت ازاي؟ ممكن الزيت ما يجيش مني فوق الفحمايه، ممكن يقع مني فوق الكفته وما يجيش على الفحمايه، وهنا لو ما حطيتش الزيت على الفحم مش هيعمل الريحه المطلوبه. فانا هقولك على حاجه، احنا ممكن بسم الله الرحمن الرحيم همسك حبه الزيت في ايدي الشمال اللي انا مجهزاهم في غطا الازازه او في معلقه صغيره، وبايدي اليمين تلمست كويس فين موقع الفحمايه في الاناء، في موقع الفحماية، وبظبط ايدي الشمال اللي فيها زيت فوقه بس مش بحطه دلوقتي. خلاص انا عرفت مكانها فين، وايدي الشمال فوقها اهو ومستنية ان انا احط فوقها الزيت. هجهز بايدي اليمين بقى الغطا بتاع الاناء واكون مجهزاه وماسكاه، بحيث ان انا خلاص انا عارفة هنا مكان الفحمة تحت ايدي من غير ما ادور عليها، خلاص انا عارفة ان ايدي فوقها بالظبط. هحط الزيت بسرعة واقفل الغطا بسرعة عليها، كده هتبدأ الفحم بقى هسمع الزيت كده بيطشطش في الفحمية المحروقة، وهتبتدي تعمل ريحة الفحم الجميلة اللي احنا بنحب نشوي عليها اللحمة والفراخ والحاجات دي. يفضل كمان ان انا اجيب فوطة الف بيها الاناء ده عشان احبس جواها ريحة الفحم كلها ما تخرجش من الاناء خالص. طيب وهسيبه كده 5 دقايق لحد ما الفحمية تهدى خالص والكفتة تتشرب كل ريحة الفحم اللي فيها عشان تاخد طعم الفحم الجميل. هروح بقى اجهز اطباق التقديم اللي انا هقدم فيها. هقدم ايه مع الكفتة دي؟ هناكلها بعيش. هقدم معاها العيش، هقدم معاها طبق مخلل، هقدم معاها الخضار اللي كان في الصينية ده، ممكن اجيبه في بولة صغيرة كده واقدمها مع الاكل لو حد حابب ياكل منه، هغرفه بالمعلقة في بولة صغيرة واحطها مع الاكل. ممكن كمان نحط معاها طحينة في بولة تانية، طحينة يبقى كده معايا طبق مخلل، معايا بولة فيها طحينة، وبولة فيها الخضار، بولة أو مطبقية يعني صغيرة، ومطبقية فيها الخضار اللي كان في الصينية تحت اللحم، ده بيكون برضو طعمه جميل جدا. طيب وكمان بنقدم معاهم طبق سلطة، بس طبق السلطة المرة دي مش زي السلطة اللي عملناها قبل كده. السلطة اللي عملناها قبل كده اللي قطعناها قطع صغيرة جدا دي كانت بتتاكل مع الرز، لكن السلطة اللي بناكلها مع العيش بتكون ترانشات او دواير كبيره زي اللي احنا لسه عاملينها من شويه مع الطماطم، اللي هي الدواير دايره كامله. بنكون مثلا عاملين السلطه بطماطم، بنعملها معاها خيار، الخيار برضو في طريقتين لتقطيعه، ممكن تقطعي الخيار تبقى حلقات صغيره كده زي حجم الخياره بالظبط، وممكن تقطعيها بميلان كده بالطول بتاخد شكل بيضاوي ويدي شكل جمالي. كمان ممكن السلطة دي بقطع فيها خضروات ورقية زي الخس، الكزبرة، البقدونس، الشبت، كل الحاجات دي ممكن تكون معايا في طبق الخضرة السلطة. ممكن كمان لو عندي جزر. طيب جهزت طبق السلطة وجهزت الطحينة وجهزت البولة اللي فيها الخضار اللي كان تحت اللحمة في الصينية، وجهزت طبق المخلل، عايزة كمان شوية خضرة ورقية كده، شوية كزبرة وبقدونس وشبت،
واجيب السرفيس الكبير اللي هحط فيه الكفتة، وابتدي اقطع فيه الخضرة دي قطع صغيرة جدا. انا بفضل بصراحة ان احنا نقصها بالمقص، كزبرة وشبت وبقدونس، واقطعهم في الطبق وافرشها كده تبقى ارضيه خضره كده في الطبق. وبعدين هفتح بقى الاناء اللي فيه الكفته زي ما انا خلاص اتشربت دلوقتي ريحه الفحم، وقت جميله بريحه الفحم كده، هبتدي ارصها في السرفيس الكبير فوق الخضره اللي انا لسه مقطعاها اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره. كده بقت عندي وجبه متكامله هقدمها على السفره، واطباقي من ذوقها وشكلها جميل، عشان برضو المنظر مهم مش الطعم بس. بقى عندي العيش، وطبق المخلل، طبق السلطة، بولة أو مطبقية فيها طحينة، بولة أو مطبقية فيها الخضار اللي كان في الصينية، وكمان السربيت الكبير اللي فيه الكفتة اللي فرشت تحتها الخضرة اللي أنا مقطعاها قطع صغيرة. كده الوجبة بقت متكاملة وجميلة، بنقدمها لأسرتنا ولحبايبنا، ويا رب إن شاء الله تكون سهلة عليكم وانتوا بتعملوها وتنال إعجاب أي حد بتقدموها له. ودلوقتي هسيبكم إن شاء الله لينا لقاء تاني في أكلة جديدة، وتكون إن شاء الله سهلة ومفيدة معاكم في مطبخ فرسان في رمضان. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طعم حياتي لقيته.